تسير مرحلة الفصل الثاني ونجاح التلاميذ في الاختبارات الفصلية تحدي الأسرة التربوية. التحضير التربوي في امتحانات الفصل الثاني خطوة مهمة للنجاح في الامتحانات الرسمية. كل هذا أكثر مع الأستاذ يوسف رمضاني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حاضر معنا عبر الهاتف على المباشر. طبعا أهلا بك سيدي الكريم وشكرا لقبولك هذه المداخلة. مساء الخير أستاذ طارق، تحية لك وتحية للطاقم العامل معك ولجميع متابعي قناة النهار الإخبارية، وشكرا على الاستضافة. مساء النور. إذن انطلقت أمس امتحانات الفصل الثاني، يمكن اعتبارها أيضا فرصة ثانية بالنسبة لتلاميذ الأطوار، نتحدث عن التعليم الثانوي والمتوسط، وهم معنيون أيضا بامتحانات رسمية خاصة أصحاب الأقسام النهائية، بالتالي امتحانات مهمة وامتحانات أيضا تحضيرية وامتحانات يمكن القول عنها بأنها تعطينا إلى أين وصل إليه مستوى التلاميذ في هذه السنة الدراسية. بطبيعة الحال أستاذي الكريم، بالنسبة لاختبارات الثلاثي الثاني هي تنطلق بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي إن شاء الله ابتداء من الخامس إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري، وامتحانات بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي كما ذكرت أستاذي انطلقت يوم أمس وتستمر لغاية يوم الخميس السابع من شهر مارس من سنة 2024. بالنسبة لاختبارات الثلاثي الثاني هي مرحلة تحضيرية لاختبارات الثلاثي الثالث وكذلك الامتحانات الرسمية كما قلت. بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط عند نهاية سنة أي سنة الرابعة المتوسط تحضيرا لامتحان شهادة التعليم المتوسط، وكذلك بالنسبة للأقسام النهائية قسم السنة الثالثة ثانوية تحضيرا لامتحان شهادة البكالوريا. هذه الاختبارات الثلاثي الثاني هي أيضا فرصة تعويضية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يسعفهم في التحصل على نتائج إيجابية خلال الثلاثي الأول، يعني يستدركون خلال الثلاثي الثاني بهذا الخصوص. هي عملية نقولها هي عملية تقويمية للتلاميذ في مختلف الدروس التي تلقونها خلال مدار الفصل الثاني، هي عبارة عن أيضا بعد ذلك تأتي عملية تقييمية خاصة بهذه النتائج. إذن أبنائنا التلاميذ سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقونها خلال المقرر الدراسي خلال الفصل الثاني. كثيرا ما نلاحظ أن هناك بعض الأثار السلبية بالنسبة للتلاميذ، تخوف، ارتباك من الامتحان إلى غير ذلك، لكن هي فرصة أولية تحضيرا لما سيكون إن شاء الله خلال الفصل الثالث وكذلك للامتحانات الرسمية. إذا ما على أبنائنا التلاميذ خلال هذه الفترة إلا التركيز على هذه الامتحانات أيضا والاختبارات أيضا، جعلها وجعل الفكر إيجابي بخاصة الامتحانات، خاصة تلاميذ مرحلة البكالوريا الذين كثيرا ما نلاحظ هجرانهم من مقاعد الدراسة وتوجيههم نحو أمور أخرى، وكذلك دخولهم إلى الاختبارات ثلاثي الفصل الأول أو ثلاثي الفصل الثاني أو الثالث بشكل عادي جدا. نعم. كأنه هي ليست أمور تحضيرية، لكن هذه الاختبارات هي أمور تسبق الاختبار الامتحان الرسمي وهي أمور تحضيرية من أجل النجاح والتفوق وكذلك الوقوف عند نقاط القوة وكذلك الوقوف صحيح. عند نقاط الضعف ومحاولة تصحيح تلك نقاط الضعف. ليست اختبارات على هكذا فقط، لكن هذه الاختبارات مهمة جدا للتعرف على مدى تقويم التلميذ وبعدها تقييم التلميذ، تقويم التلميذ من خلال الأسئلة التي ستطرح عليه خلال الاختبارات، وعملية تقييمية للتلميذ خلال كما قالت الأستاذة الكريمة في التقرير الإخباري هي عملية بعد ذلك التصحيح النموذجي، ليكون عملية تقييمية لعملية التقويم البيداغوجي. جميل. في هذا السياق أيضا أستاذ يوسف رمضاني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لأنه نتحدث عن تسيير المرحلة، مرحلة الفصل الثاني أو نجاح مرحلة الفصل الثاني ونجاح أيضا التلاميذ في الاختبارات الفصلية، نعتبره أنه تحدي بالنسبة للأسرة التربوية خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، وكما تحدثتم على تلاميذ البكالوريا وقضية التخوف والارتباك التي أشرتم إليها، وأيضا تحضيرا للامتحانات الرسمية، لأن البعض من التلاميذ قال لا يعطون الأهمية لهذه الامتحانات ولهذه الاختبارات، ويقولون بأن تركيزهم سيكون في الاختبارات الرسمية أو في امتحانات شهادة البكالوريا. ما قولكم سيدي الكريم في هذه النقطة؟ يعني ندرك جيدا بأن الأسرة التربوية لها ذلك الإدراك، ولكن ضروري أن يكون للتلميذ ذلك الإدراك أيضا. بطبيعة الحال هذا أمر مهم جدا وقفت عليه.
يعني هنا المنظومة التربوية الآن وخاصة الأسرة التربوية من جانب، والأسرة في العائلة أيضا تلعب دور كبير جدا في توعية التلاميذ وفي إرشادهم بأن هذه الاختبارات وهذه الاختبارات الفصلية هي اختبارات ضرورية لعملية تقييمه من جانبه المعرفي وكذلك معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف. في كثير من الأحيان كما قلت أستاذ الكريم، خاصة أقصى من نهائية، بعض أبنائنا التلاميذ يقولون بأنه أنا الآن اختباراتي اختبارات عادية وبالدرجة نتاعنا الصح هو في الامتحان تاع البكالوريا إلى غير ذلك، ويعني يهجرون هذه الاختبارات وربما يدخلون إلى هذه الاختبارات بشكل عادي جدا، وفي كثير من الأحيان هناك أوراق بيضاء إلى غير ذلك. هنا دور الأسرة التربوية، دور الزملاء في الأطقم التربوية، كانوا أساتذة، كانوا مستشاري توجيه إرشاد مدرسي مهني، كانوا مشرفين، كانوا إطارات في قطاع التربية الوطنية، بعملية الإعلام والتحسيس بضرورة يعني ولوج التلاميذ لهذه الاختبارات من جهة، هذا من جهة أو الاختبارات من جهة أولى، ومن جهة ثانية وهو التركيز الأساسي خاصة الأقسام النهائية هو ضرورة الحضور المنتظم والدائم إلى مقاعد الدراسة منذ بداية السنة إلى غاية نهاية السنة. لأنه أستاذي الكريم صحيح أنه الكثير من التلاميذ يتوجهون إلى الدروس الخصوصية، هذا أمر مفروغ منه، لكن هذه الدروس الخصوصية لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني من خلال يعني لا تعوض بنقطة أخرى، لا تعوض الدروس الحضورية، لأن الدرس الذي يقدمه لك الأستاذ في مقاعد الدراسة هو وفق منهاج وفق مخطط مدروس من طرف وزارة التربية الوطنية، من طرف كذلك المستشار والسيدة المفتشين بتضرر سنوي يعني يتم يعني إنجازه في بداية السنة الدراسية. إذا ما يتم تقديمه في مقاعد الدراسة أمر مهم جدا، يعني وجه أبنائنا إلى الدروس الخصوصية هذا أمر عادي جدا لزيادة معارفهم، لكن الاستغناء على المقاعد الدراسية في المؤسسة التربوية هذا أمر سلبي، سيؤثر لا محالة على الجانب السلبي في في الاختبارات الفصلية وكذلك بجانب سلبي في الامتحانات الرسمية، لأنه هذه الظاهرة هذه لغياب التلاميذ على مقاعد الدراسة وكذلك دخول التلاميذ بشكل عشوائي إلى الاختبارات خاصة اختبارات الفصل الأول أو الثاني أو الثالث والإجابة بشكل عشوائي، هنا لا يستطيع التلميذ تقييم نفسه من خلال ما تم درسه دراسته وما تم طرح الأسئلة الخاصة به، لأنه حتى طريقة بناء الأسئلة هنا الزملاء الأساتذة يعرفون ذلك، طريقة بناء الأسئلة في الاختبارات الفصلية أو كذلك حتى بالنسبة يعني يكون هناك تشابه كبير جدا في طريقة بناء الأسئلة في الاختبار الامتحانات الرسمية، هنا عن طريق سلم مدروس، عن طريق صياغة أسئلة مدروسة وفق معايير محددة يحددها السادة المفتشين، وكذلك يعني يتم دراستها وأيضا مناقشتها قبل يعني عرض الامتحان على التلاميذ من طرف أساتذة الخلية الواحدة. لذلك أنا نصيحة من جهة أبناء التلاميذ وكذلك بالنسبة لدور الأسرة والأولياء، هو ضرورة مرافقة أبنائكم التلاميذ منذ بداية السنة إلى غاية نهاية السنة وحضور مواظبتهم إلى مقاعد الدراسة وكذلك حتى يعني ترغيبهم في الدخول إلى الاختبارات الفصلية بشكل إيجابي وكذلك عملية تقييم هذه الإجابات من طرف الأسرة من جهة وكذلك الأسرة التربوية من جهة أخرى، لأن التحضير للامتحانات الرسمية لا يكون إلا انطلاقا من الاختبارات الفصلية وقبلها عن طريق الفروض التي اجتازها أبنائنا التلاميذ. لذلك هذه رسالة إلى الجميع بضرورة التوعية، التحسيس، المرافقة البيداغوجية، بالإضافة إلى جانب آخر ومهم هو المرافقة النفسية لأبناء التلاميذ في هذه المرحلة. جميل. في نقطة أخرى أيضا أستاذ يوسف رمضاني، إضافة طبعا إلى زيادة المعارف والمكتسبات التعلمية وتحضيرا للامتحانات الرسمية كما أشرتم في سياق حديثكم، هناك أيضا قضية أخرى أثارت الجدل في السنة الماضية، قضية الإعادة خاصة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. اليوم هناك تقييم للسنة الدراسية ويمكن أن يساعد التلميذ الذي رسب في امتحانات البكالوريا أن يعيد السنة القادمة وحتى لا يقع في الإشكالات التي وقع فيها عدد كبير من التلاميذ هذه السنة والذين لم يقدموا مستوى دراسي طيب طيلة السنة واعتمدوا فقط على الامتحانات الرسمية وامتحان البكالوريا ورسبوا فيه ووقعوا أمام إشكالية إعادة السنة. بارك الله فيك أستاذ الكريم، والله أشرت إلى نقطة مهمة جدا
هذه النقطة ذكرتني بها. بالنسبة ل كما قلت أستاذي الكريم، هنا حق الإعادة، أنت تقصد حق الإعادة خاصة بالنسبة لأعزائنا المشاهدين الذين يتابعوننا. بالنسبة للغياب الخاص بأبنائنا التلاميذ على مقاعد الدراسة، عندما يبلغون يعني أيام يعني 32 يوم حسب القرار الوزاري 833 المؤرخ في نوفمبر 1991 والمتعلق بمواظبة التلاميذ أثناء في المؤسسات التربوية أثناء الدروس، عندما يبلغ التلميذ نصاب معين من الغيابات وأيام معينة من الغيابات يقومون بإعذار أول، إعذار ثاني، إعذار ثالث، ثم مرحلة الشطب. عندما يشطب التلميذ وهو من حقه عندما سدد حقوق التسجيل من حقه أن يجتاز امتحان البكالوريا، لكن لا قدر الله وإذا لم يتحصل على امتحان البكالوريا لا يمكنه الإعادة في مرحلة التعليم الثانوي العام التكنولوجي بشكل تلميذ مدرس نظامي، لأنه فقد صفة التلميذ، لأنه شطب نهائيا. لذلك هذه المرحلة انت دراسة التلميذ في المؤسسات التربوية بشكل منتظم وبشكل نظامي إلى غير ذلك منذ الفصل الأول إلى غاية نهاية الصف الثالث، ليست فقط لاكتساب المعارف كما قلت أستاذي الكريم، هي أيضا تكون له فرصة لا قدر الله إذا كانت هناك ظروف نفسية، ظروف صحية خلال اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لم تسمح له باجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ربما غاب امتحان شهادة البكالوريا، يسمح له القانون بإعادة السنة خلال السنة المقبلة بإذن المولى عز وجل. لكن نتمنى إن شاء الله أنه لا يقع أبناءنا التلاميذ في هذا الحرج هذا المشكل، ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح في امتحان شهاده البكالوريا. ايضا بنسبه اخرى، ايضا عندما يكون هناك الاتكال فقط على امتحان شهاده البكالوريا، يدخل التلميذ امتحان شهاده البكالوريا ما يكونش عنده الرصيد المعرفي الكافي حتى ولو كان يدرس الدروس الخصوصيه، ابدا استاذي الكريم ما يكونش عنده الرصيد الكافي من المعلومات، لانه الحضور الدائم في المؤسسات التربويه يكسب له تلك المعارف بشكل منهجي وبشكل منتظم. ونحن نرى ما يقال حول الدروس الخصوصيه والعدد الكبير في الدروس الخصوصيه الى غير ذلك. لذلك في المؤسسه التربويه دراسه التلميذ في المؤسسه التربويه بشكل منتظم هذا امر يساعده من جانبين، من جانب اول انه يدخل الى امتحان شهاده البكالوريا براحه نفسيه وراه على باله بانه اذا نجح واذا ما نجحش يمكنه ايضا اعاده السنه، وبشكل ثاني اي يدخل بشكل بيداغوجي متزن وعنده جانب نفسي ايضا متزن من خلال انه يكسب المعلومات اللي درسها خلال القسم وخلال المدارس الدراسيه هي التي ستكون في امتحان شهاده البكالوريا. اذا هذا الامر معين بحضور التلاميذ بشكل منتظم في المؤسسه التربويه يكسب له صفتين، صفه انه اذا لا قدر الله رفض في امتحان شهاده البكالوريا يمكنه اعاده السنه كتلميذ نظامي، وكذلك يكسب له راحه نفسيه لانه مجموع المعارف التي اكتسبها هي التي ستكون ان شاء الله في امتحان شهاده البكالوريا. اذا على ابنائنا التلاميذ من هذا المنبر منبركم الكريم انه ندعوهم الى اجتياز هذه اختبارات ثلاثي ثاني بكل الامكانيات اللي عندهم، وكذلك مواصله الحضور الدائم والمواظبه خلال الثلاثي الثالث باذن المولى عز وجل. ان شاء الله. في ما يمكن نقول في الاخير استاذ يوسف الرمضاني، طبعا بالارتكاز على انه التحضير التربوي في امتحانات الفصل الثاني خطوه مهمه للنجاح في الامتحانات الرسميه نهايه السنه. بطبيعه الحال هنا استاذي الكريم بالنسبه للتحضير هو تحضير كان تحضير تربوي، تحضير بيداغوجي الى غير ذلك. استاذ الكريم كثيرا ما نلاحظ اثناء المرافقه النفسيه والبيداغوجيه لابنائنا التلاميذ خلال الاختبارات الثلاثي الثالث ان هناك مجموعه من التلاميذ ممن يشتكون من صعوبة في التعامل مع ورقة الامتحان، هذا من جانب ثاني الخلط في المعلومات، عدم الثقة بالنفس، يعني مجموعة الأمور، هذه الأمور عندها أسباب سوسيولوجية اجتماعية وكذلك جوانب بيداغوجية وجوانب نفسية. هنا أبنائنا التلاميذ يعني يعيشون في كثير من الأحيان ضغوط نفسية، من بينها الظروف التي هي ممارسة من طرف الأسرة بضرورة التحصل على نقاط جيدة، بضرورة النجاح بأعلى المرتبات، أيضا بالنقاط السلبية التي تكون من طرف المجتمع بتضخيم
معنى الاختبار وتضخيم معنى الامتحان على ما هو معتاد، للعلم أن الاختبارات والامتحانات الرسمية ما هي إلا امتحانات تقويمية لعملية اكتساب التلميذ للمعارف خلال المسار الدراسي فقط. لذلك هنا رسالتي إلى جانبين، إلى الجانب الأول إلى أبنائنا التلاميذ وكذلك إلى الأسرة التربوية، رافقوا أبنائكم التلاميذ بالتعزيز الإيجابي، رافقوا أبنائكم التلاميذ أيضا بالكلام الجيد والجانب الإيجابي، وكذلك تقليل الضغوط النفسية وكذلك كذلك المخاوف على أبنائنا التلاميذ. بالنسبة لزملائنا في المؤسسات التربوية كذلك خفض هذه الأفكار السلبية عن طريق مختلف الوسائل الإرشادية والنفسية. الحمد لله كاين زملائنا مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي من يقومون بهذا الجانب، زملائنا الأخصائيين النفسانيين في وحدات الكشف والمتابعة يقومون بهذا الجانب، زملائنا الأساتذة ومختلف التعليم في الجماعة التربوية. هذه رسالة للجميع، الاختبارات الفصلية هي تحضير مستقبلي للامتحانات الرسمية، والامتحانات الرسمية لا تأتي إلا بتحضيركم الجيد منذ بداية السنة إلى غاية نهاية السنة وبحضوركم في الاختبارات الفصلية وكذلك حضوركم المنتظم في المؤسسات التربوية. من هذا المنبر أنا نشكر قناة النهر وشخصكم الكريم على إتاحة الفرصة لنا للنقاش حول هذا الموضوع المهم اللي هو الاختبارات الفصلية وتحضيرها للامتحانات الرسمية. إذا نتمنى إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ النجاح والتوفيق وبارك الله فيكم. نشكرك الشكر الجزيل الأستاذ يوسف رمضاني مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على هذه المداخلة وعلى هذا النقاش.